أهلا بكم كل أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا بحضراتكم معنا في كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي ومن كل مكان في الدول العربية الحبيبة والشقيقة، مع حلقة جديدة ومواضيع عاجلة وهامة جدا، وفيها أخبار مفرحة وفيها أخبار صعبة على الجميع. معنا استعدوا من الآن، من اليوم، عاصفة مطرية رعدية في هذه الدول العربية، وإن شاء الله تبقى أمطار خير على الجميع، وبعض الأماكن اللي هتبقى فيها بعض السيول أو الفيضانات. فهنشوف مع بعض الدول العربية المرشحة لهذه الأمطار اعتبارا من اليوم. نقص حاد أو نقص هذا المعدن يؤدي لموت القلب المفاجئ فأحذره، نقص هذا المعدن يؤدي لموت القلب المفاجئ فأحذره. ومعانا عاجل جدا الجزائر والمغرب وتونس، وأخبار عاجلة جدا تخص هذه الدول. فيلا بينا نشوف الأخبار بالتفاصيل. وقبل ما نبدأ بفكر حضراتكم دايما بعمل اللايك للفيديو، ما تبخلوش عننا باللايك، مهم الاستكمال هذه الرسالة، فياريت تعمل اللايك، وياريت لو عملته دلوقتي أكون شاكر لحضرتك مقدما عشان نركز في اللي جاي. كمان الجديد معانا وعايز يوصلوا كل جديد، ياريت تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، هتدوس على الزرار الأحمر اللي تحت الفيديو اللي مكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب بالإنجليزي علشان يوصلك كل جديد في كل ساعة وكل لحظة، وما توقفوش المعلومة عند حضراتكم يا جماعة، تساعدوا في نشر المعلومة للغير، خلوا المعلومة تعم على الجميع مع دعم القناة. فياريت تنشر الفيديو في كل مكان لأصدقائك ولمعارفك علشان تفيدوا من هذه المعلومات. وأخيرا وليس آخرا، زي ما بنقول اللهم نستودعك كل شعوب الأرض الأبرياء، اللهم نستودعك الأرض ومن عليها، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والحروب، وانزل رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين، امين. في هذا العصر وهذا العام الغريب لازم حضرتك تقول امين وتقترب الى الله وتحاول تاخد ثواب من الفيديو زي ما هتاخد معلومة منه. يلا بينا نشوف اول خبر معانا بيقول ايه. عندنا نقص البوتاسيوم يهدد صحة قلبك، ودي دراسة حديثة جديدة، وهذا المنشور من موقع بصراوي يوم الجمعة 4 نوفمبر 2022، يعني دراسة حديثة جدا. وبتقول ايه علشان ناخد بالنا، حذرت، وده تحذير من مؤسسة القلب الألبانية، من ان نقص البوتاسيوم يهدد صحة القلب، حيث انه يؤدي الى اضطرابات نظم القلب مثل خفقان القلب، والتي قد تؤدي في أسوأ الحالات إلى موت القلب المفاجئ. يعني نقص البوتاسيوم ممكن يوصل لموت القلب المفاجئ. وأوضحت المؤسسة أن نقص البوتاسيوم في الجسم قد يرجع إلى أسباب بسيطة مثل التعرق الشديد اللي عنده عرق شديد، أو القيء أو الإسهال أو تناول أدوية مدرة للبول، أو أسباب خطيرة مثل اضطرابات وظائف الكلى أو الكلى. وتتمثل أعراض نقص البوتاسيوم في التقلصات العضلية وارتفاع ضغط الدم واضطرابات سريان الدم ومشاكل الدورة الدموية والخدر والوخز في الذراعين والساقين، بالإضافة إلى الإرهاق والصداع والدوار والغثيان. وأضافت المؤسسة أن القيم الطبيعية للبوتاسيوم في الجسم تتراوح ما بين 3.8 جرام أو 3.8 ملي مول في اللتر، مشيرة إلى أن الشخص البالغ يحتاج إلى البوتاسيوم يوميا بمعدل يبلغ 4000 ملي جرام في اليوم. وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بالبوتاسيوم في الفواكه كالموز والمشمش والبرتقال والكيوي والأفوكاتو، والخضروات مثل البطاطس والجزر والفطر ومنتجات الحبوب الكاملة والمكسرات. وفي حالة النقص الشديد يمكنك اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على البوتاسيوم، ولكن خد بالك من دولت، وإن شاء الله تاخد سكرين شوت الفواكه اللي هي الموز والمشمش والبرتقال والكيوي والأفوكادو والخضروات مثل البطاطس والجزر والفطر. دولت أهم حاجة فيهم
البوتاسيوم العالي، فياريت تتعود عليهم، وبالذات احنا في الشتاء وفي بعض الحاجات زي البرتقال مثلا في الشتاء هيبقى كتير، والبطاطس والجزر موجودين، فياريت تاخد بالك من نقص البوتاسيوم لان فعلا بيؤدي الى موت القلب المفاجئ، وبتبقى حاجة انت مش في دماغك خالص ولا دريان بيها. ربنا يعافيكم ويعافينا ان شاء الله ويشفي كل المرضى. يلا بينا بقى نشوف الخبر اللي بعد كده، وخبر مهم جدا من تونس. في تونس من 16 دقيقة فقط في تونس توقيف خلية نسائية إرهابية، ويمكن دي أول مرة نشوف خلية نسائية إرهابية وظهرت في تونس. أعلنت أجهزة الأمن التونسية يوم السبت توقيف 4 نساء، السبت اللي هو 5/11 أو 5 نوفمبر 5/11/2022، إلى توقيف 4 نساء يشتبه في ترويجهما أفكار متشددة وفتاوي لعناصر تكفيرية والتواصل مع عناصر إرهابية في مناطق توتر خارجية. وجرى توقيف النسوة الأربعة بمحافظتي سوسة والقيروان الواقعتين إلى الجنوب من العاصمة تونس. وقالت أجهزة الأمن التونسية أن الموقوفات كنا ينشطنا في مجموعات مغلقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يخضنا في الفتاوي التكفيرية لدعاة الغلو الديني بالداخل والخارج. وخلي بالكم يا جماعة، بحذركم من المجموعات المغلقة، بالذات المجموعات الموجودة على تيليجرام، في مجموعات أو جروبات على التيليجرام بيبين لك إن هو بتاع مثلا طبخ وبتاع مش عارف وصفات للتخسيس، وبيبدأوا معاكم بحاجات كده. وأجهزة الأمن في كل الدول العربية كلها يمكن قفلت كميات كبيرة من هذه الجروبات أو المجموعات لما بدأوا يبثوا أفكار تكفيرية وأفكار صعبة جدا وأفكار انتحارية وحاجات كتير ممكن تأذي دولكم وبلادكم. فخلي بالكم، وده زي ما حصل من 4 نسوة في تونس وتم القبض عليهم. نخش بقى الخبر اللي بعد كده، وخبر مهم جدا من المغرب. الغموض يلف العثور على جثة طالب مسبوح، وده في تونس وجاية من وكالة هيسبريس او من موقع هيسبريس، ونشوف ايه اللي موجود. يوم السبت 5 نوفمبر في هيسبريس من تطوان، يوم السبت 5 نوفمبر، ونقرأ الخبر بيقول ايه. باشرت عناصر الضابطة القضائية بولاية امن طنجة تحت اشراف النيابة العامة المختصة تحقيقاتها الاولية لفك لغز جريمة قتل بشعة راح ضحيتها طالب جامعي عثر عليه مسبوحا وسط شقة يكتريها بمنطقة مسنانة، وفق ما أوردته مصادر محلية متطابقة. وأوضحت المصادر ذاتها أن الضحية يتحضر من مدينة العرائش ويبلغ من العمر حوالي 20 سنة، مبرزة أن الواقعة اكتشفت من قبل أسرة الطالب التي حلت بالشقة بسبب عدم رد ابنها على اتصالاتها المتكررة. وأشارت المصادر نفسها إلى أن الضحية كان يتابع دراسته قيد حياته بإحدى مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود، وبأمر من النيابة العامة المختصة جرى إيداع جثمان الطالب بمستودع الأموات قصد إخضاعه للتشريح الطبي، وذلك للكشف وتحديد ظروف وملابسات الواقعة وإيقاف الجاني الحقيقي. طبعا كل العزاء لأهالي المغرب وكل العزاء لأهالي الضحية، وإن شاء الله يعني لو كانت حادثة وكانت قتل وطبعا ده مسبوح فيبقى قتل، فإن شاء الله ربنا يظهر الجاني ويرجع حق هذا الشاب التي سلبت حياته بالذبح. فعزاؤنا جميعا لأهالي المغاربة الأصدقاء والأشقاء. نروح للجزائر في خبر هام جدا. الجزائر ونيجيريا يلتزمان بإنجاز خط أنبوب الغاز العابر للصحراء، وده نشر في 5 نوفمبر
2022 بقلم نادية بن طاهر، وكده خلاص وقعوا الالتزام بخط أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا، ومبروك للجزائر وإن شاء الله في تقدم. أكدت كل من الجزائر ونيجيريا اليوم السبت 5/11 أو 5 نوفمبر على التزامها بتنفيذ المشاريع الهيكلية التي تم إطلاقها بشكل مشترك، ومنها أنبوب الغاز العابر للصحراء. وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العممرة بنظيره النيجيري جيفري أونياما، حيث يقوم الوزير النيجيري بزيارة عمل للجزائر في إطار المشاورات السياسية المنتظمة بين البلدين. وحسب بيان الوزارة تناول الطرفان خلال النقاش وجلسة العمل الموسعة التي تلت اللقاء العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر ونيجيريا وكذا أفاق تعزيزها في مختلف المجالات، أين ورحب الطرفان بتميز وصلابة العلاقات السياسية والتاريخية التي توحد بين البلدين، كما أتاحت المحادثات بين العمامرة وأنيامة إعادة التأكيد على التزام الطرفين بتنفيذ المشاريع الهيكلية التي تم إطلاقها بشكل مشترك في المجال الاقتصادي، وعلى وجه الخصوص خط أنابيب الغاز الجزائر العاصمة لاغوس، الطريق العابر للصحراء والألياف الضوئية، كما تناول كذا وكذا وكذا. وأخيرا وبحضور الوزيرين تم التوقيع على اتفاقية ثنائية بشأن إنشاء مجلس أعمال جزائري نيجيري، هدفه الجمع بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين وزيادة حجم التجارة الثنائية. مبروك على الجزائر وإن شاء الله في تقدم دائم بإذن الله، ومبروك على نيجيريا أيضا. معانا بقى من الجزائر برضو أمطار رعدية غزيرة على 13 ولاية بداية من يوم الجمعة اللي هو 4 نوفمبر، ولسه احنا معانا خبر مهم جدا لموضوع الأمطار الرعدية التي ستغزو الدول العربية. فنشوف الأول من على يعني موقع القمر الصناعي الخاص بالأمطار، وهنا نجيب الأمطار مطر ورعد ونشوف الدنيا عاملة ازاي. لو انتوا واخدين بالكم يا جماعة السواحل المغاربية والجزائرية فيها يعني سوري فيها لسه ما يعني دخول على أمطار، ولكن حوض البحر المتوسط واليونان كميات كبيرة جدا من الأمطار الرعدية اللي هتخش بعد كده على كل شمال أفريقيا والبحر المتوسط والدول الشامية وسوريا ولبنان وشمال السعودية. ولو شفنا بعد شوية هنمشي القمر الصناعي هنشوف الدوران وامتى هتبقى الامطار غزيرة على النواحي المغربية والجزائرية على السواحل وعلى الدول العربية في شمال افريقيا. فاحنا حتى الان هنجيب يا جماعة مع بعض هيبقى من يوم الاثنين يا جماعة من أعلى الأيام اللي فيها أمطار في النواحي المغاربية والجزائرية، ولكن اعتبارا من غدا هيبقى في غدا اللي هو هيبقى 6/11 يوم الأحد هيبقى في أمطار غزيرة جدا على السواحل المصرية والليبية وكل الدول المغاربية. وممكن نقرأ التقرير: منخفض عميق وسط المتوسط يؤثر على المغرب العربي يمتد لاحقا لبلاد الشام ومصر والسعودية والعراق، ومن المتوقع تتجه كتلة هوائية باردة جدا من أصل قطبي صوب وسط المتوسط بداية الأسبوع المقبل، تتجه على إثر حصول قطع من عاصفة قطبية أطلسية تؤثر على الجزر البريطانية وأجزاء من الغرب الأوروبي. لذلك من المتوقع واعتبارا من يوم السبت الموافق 5/11 اللي هو النهاردة
أن يتشكل منخفض جوي عميق غرب جزيرة سردينا الإيطالية ليتحرك لاحقا باتجاه الشرق ويؤثر على تونس وأجزاء واسعة من شمال الجزائر وليبيا بأمطار غزيرة مصحوبة بالرعد وتساقط البرد، بالإضافة إلى انخفاض كبير وملحوظ على درجات الحرارة لتتحول الأجواء إلى باردة جدا في مختلف الدول المذكورة خصوصا المناطق الشمالية منها. هذا المنخفض الجوي ونتيجة لكمية الهواء البارد المرافقة له من المتوقع أن يقطع مسافة طويلة ليصل مع انتصاف الأسبوع المقبل إلى الحوض الشرقي للبحر المتوسط، وعلى الرغم من فقدان المنخفض الجوي الكثير من الطاقة نتيجة للمسافة الكبيرة التي سيقطعها، فمن المتوقع أن يتسبب في نشوء أجواء غير مستقرة في مختلف دول بلاد الشام وتشمل الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان، وأن يمتد الاضطراب الجوي ليشمل العراق والأراضي المصرية، حتى أنه سيتسبب في حالة عدم استقرار جوي وسط السعودية نتيجة الكتلة الهوائية الباردة المرافقة له. لذلك من المتوقع أن تكون الأجواء باردة منتصف الأسبوع المقبل فوق الجبال في الدول المذكورة وماطرة في أجزاء واسعة من البلاد، مع احتمالية لحدوث العواصف الرعدية ونشاط سرعة الرياح لتصبح شديدة السرعة خصوصا في بلاد الشام. ولو في تفاصيل هتبقى قريبا إن شاء الله هنجيبها لكم. وخلي بالكم يعني الجزائر حاليا عليها أمطار وهتكمل أمطار لغاية منتصف الأسبوع القادم، وبعد كده هتنتقل من النواحي الجزائرية ومن النواحي المغربية حتى تدخل على تونس، من تونس على ليبيا وجمهورية مصر العربية وعلى كل بلاد الشام وأجزاء من السعودية والكويت والعراق. فربنا يعدي على خير وكون أمطار خير بإذن الله على الجميع بإذن الله تعالى. ومع نهاية هذا الفيديو لم يتبقى لي إلا أن أشكر حضراتكم على وجودكم معي لهذه اللحظة، وبفكر حضراتكم ما تنسوش تقولوا اللهم نستودعك الأرض ومن عليها، اللهم نستودعك كل شعوب العالم الأبرياء، وما تنسوش تقولوا أمين يا جماعة وتقولوا الدعاء، واوعى تنسى اللايك للفيديو، اوعى تنسى تنشر المعلومة للجميع، واوعى تنسى تشترك في القناة ليصلك كل جديد. اترككم في رعاية الله وامنه، انتظروني فيديوهات مهمة جدا، تابعوني، والسلام ختام على الجميع.